أهلا بكم مع أسئلتكم وأسأل فضيلة المفتي. والسؤال: أنا صائمة ومصلية لكن غير محجبة، هل هناك إشكالية في هذه المعلومة؟ هي كما سبق بأن العبادات كل عبادة قائمة بذاتها، لها أركان، لها شروط، لها واجبات، متطلبات شرعية. إذا أنا أحسنت هذه المتطلبات وأتيت بها على وجهها الذي ذكره الشرع تكون العبادة هذه صحيحة. وبعدين نأتي للعبادة الأخرى، يعني كل عبادة وحدها لها حسابها الخاص في ناحية ما تصح به. مظبوط، لها أركان، لها شروط، لها متطلبات، ويساب عليها الإنسان. ويساب طبعا، نحن ظننا بالله سبحانه وتعالى أنه يأخذ بأيدينا، يعني حتى وإن كنا مسيئين، يعني الله سبحانه وتعالى كريم غاية الكرم، عظيم، ليس بعد كرمه شيء. جميل. وعلى العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنا عند ظني عبدي بي. ولذلك ما يصحش الإنسان حتى ولو كان كثير الذنوب، حتى ولو كان كثير المعاصي، حتى ولو بلغت معاصيه أن يقنط، ما يمكن ألا يتصوره عقل مساحة وكما وعظما، هي بجانب عفو الله لا شيء. الله. ولذلك لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنا ممكن إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممكن أسأل سؤال استطرادي؟ تفضل. هل يعذبنا الله؟ إذا عصيناه سبحانه وتعالى فيما أمرنا به قد يعذبنا. أليست رحمته وسعت كل شيء؟ وهنا نحن بنقول يعني إيه في عقيدتنا أننا في المشيئة الإلهية، له أن يفعل بنا ما يشاء، فنحن عبيده، ينعم هذا ويعذب هذا، هذا من فضل التسليم، لكنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ولذلك رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. اللي يشوف الحديث الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل جزءا إلى الأرض يتراحم به الخلائق. الله الله، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. حتى الغرائز هذه من رحمة الله عز وجل، الغرائز التي يفعلها الإنسان مقتضى الأمومة أو الأبوة، إذا كانت الدابة بترفع فكذلك من رحمة الله أن أودع في نفسي حبي لولدي فأنفق عليه وأربيه وأصبر، وهكذا، كل هذه من الرحمة. إذا كان جزءا واحدا كلنا بنترحم به إلى أن تقوم الساعة، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والخلائق قبل آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا جزء واحد، فما بالك ب99 جزءا التي تكون في الآخرة مدخرة لرحمة الله عز وجل. لا شك أننا سنغلب. أيوة. ودي أيضا من الخطاب الذي ينبغي أن يسود: تغليب الإحسان على الإساءة، تغليب الرحمة على العذاب. حتى في القرآن الكريم لما تعمل إحصاء للآيات التي تناولت الرحمة ستجدها أكثر بكثير جدا من الآيات التي تناولت العذاب، وهكذا. فنحن نحسن الظن، لا نسيء الظن دائما في مسيرتنا، هكذا، ولا نتألى على الله، ما نتجسس بقى على الناس وعشان خاطر نعرف الخبايا ونعرف الأسرار. لا، أنا إنسان يعني إيه، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عظيم. أرجع لي غير محجبة، سيادتك قلت لي صلاتك بالقواعد وبالأركان تمام صحيح، صيام، ربما أنا قصرت في جانب من الجوانب، في عبادة من العبادات، في مطلوب شرعي من المطلوبات، هذا لا يعني أن لا يبطل الأخر، العبادة الأخرى بطلت. مزبوط. أو لم تكن صحيحة. لا، كل العبادات التي وقعت في موقعها الشرعي الصحيح وفق الأركان والشروط والمتطلبات هي صحيحة، والذي قصرت فيه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، ولا أثر له على العبادة التي صحت.